السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبيب بيطري إبراهيم القماش. موضوع حلقتنا النهاردة هيبقى عن كلية الطب البيطري، ما عليها وما لها ومجالات الطب البيطري اللي حضرتك هتشتغل فيها بعد ما تتخرج. لو حضرتك عايز تدرس طب بيطري، لو حضرتك لسه داخل سنة أولى طب بيطري، يبقى إن شاء الله الفيديو ده ليك إن شاء الله. أول حاجة هتكلم النهاردة عليها معاكم إن شاء الله هيبقى عن كلية الطب البيطري وما عليها. أول حاجة حضرتك هتقابلها في الكلية إن الدراسة بتكون باللغة الإنجليزية. أنا كإبراهيم وعلى المستوى الشخصي في أول 6 شهور يمكن شوية كان في صعوبة، تمام؟ أول 6 شهور حضرتك كان في صعوبة، لأن طبعا عارفين إن احنا اللغة الإنجليزية أو الميديكال ترمينولوجي أو مصطلحات الطبية هي جاية من أصل لاتيني. ولكن بعد ال6 شهور الأولى من في الكلية الأمور بقت معايا تمام جدا، وعدت أو اتحلت المشكلة دي. النقطة اللي بأكد عليها، لو حضرتك جاي من أمريكان أو حضرتك جاي من انترناشونال سكول أو حتى مدارس حكومة زيي، فإن أول 6 شهور هي بس بالنسبة للمدارس الحكومية هيبقى شوية في صعوبة، ولكن بعد كده هتتسوى انتوا التلاتة، مفيش أي مشكلة، تمام؟ النقطة التانية، خلينا نقول إن عدد سنوات الدراسة في الكلية هي 5 سنوات. أول 3 سنوات حضرتك بتدرس أكاديمي، ورابعة وخمسة حضرتك بتدرس كلينيكال. إحنا في كلية طب بيطري مفيش عندنا امتياز ومفيش إعدادي، تمام؟ بندرس في كلية الطب البيطري في أول 3 سنين الأكاديمي بندرس تشريح، هيستولوجي، فيسيولوجي، بايوكيمستري. بندرس في آخر 2 سنين رابعة وخمسة أمراض معدية، أمراض مشتركة، أمراض الأسماك، أمراض الدواجن، جراحة باطنة، معدية، طب شرعي وسموم. إحنا عندنا المواد في كلية طب بيطري كتير جدا، لأن إحنا بندرس النورمال الطبيعي وبندرس الباثولوجي المرضي، فطبعا هنا المواد عندنا في كلية الطب البيطري كتير جدا. رقم 3 برضو من خلينا نقول ما عليه، عن الامتحانات في كلية الطب البيطري عبارة عن نظري وشفوي وعملي، وفي بعض الأحيان بيبقى في assignment، يعني في بعض الكليات بتدي لك موضوع تبحث عنه تعمل ريبريزنت للموضوع ده قدام زمايلك. يعني النظام الشفوي او نظام الامتحانات في كليه الطب البيطري بتدي لك القدره انك تعمل ريبريزنت لنفسك قدام الناس، لان طبعا حضرتك عارف هتطلع هتتخرج كطبيب بيطري هتتعامل مع ناس كتير جدا في الفيلد، فده من ثقافات وافكار مختلفه، فده لازم حضرتك الامتحانات بتعلمك ازاي انك ريبريزنت نفسك قدام الناس، تمام؟ ازاي تتكلم وتشرح قدام لو حد مثلا مستواه العلمي كويس او حد مستواه العلمي قليل، حضرتك تبقى عندك القدره انك ريبريزنت نفسك قدام الناس، ده كمان بتتعلمه في الكليه. رقم ثلاثة في اللي ما على الكليه، ان حضرتك محتاجه مذاكره كتير، ان شوية لو عندك فرح واحد زميلك او واحدة زميلتك شوية ممكن ما تحضرش لو عندك امتحان نظري او امتحان عملي، لان الكلية عايزة مذاكرة بشكل كبير جدا. كلية الطب البيطري من الكليات اللي فيها شغل وفيها مذاكرة كتير جدا، تمام؟ اخر حاجة هتكلم عليك في اللي ما على الكلية هي في ضغط عليك ال5 سنين. ايوة، في ضغط عليك، في ضغط يعني بطريقة يعني فعلا محتاج انك تستثمر كل وقت عندك. الكلية بتخليك انك فعلا تطلع تقدر تستحمل اي بريشر تقابله بعد الكلية، فلو حضرتك مش بتقدر تستحمل الضغط هيبقى الموضوع صعب شوية. ده كان ما على الكلية. يلا خلينا بقى نتكلم ليه اللي مميزات الكلية. هكلمكم بقى دلوقتي عن كلية الطب البيطري، ما لها مميزات ان حضرتك تدرس في كلية الطب البيطري. رقم 1 يا جماعة، نعمة من ربنا انك تعالج حيوان مش بتألم في مرض ومش بيقولك انا في ايه المشكلة،
فدي نعمة كبيرة إن ربنا يختارك إنك تخفف الألم عن الحيوان. ده رقم واحد. رقم اتنين، إن حضرتك تقول سبحان الله، إن فعلا في كل كلمة بتقراها هتشوف عظمة ربنا، فدي نعمة كبيرة جدا للي يدرس كلية طب بيطري. بالنسبة لأي خريج هو محتاج دخل مادي، أنا عايز أقولك إن الدخل المادي من لخريج كلية طب بيطري لو اجتهد في مجال من المجالات اللي أنا هقولها دلوقتي هيكون معقول لدخل عالي جدا. يلا بقى نتكلم عن المجالات اللي ممكن حضرتك تشتغل فيها لو حضرتك خريج من كلية الطب البيطري. أول حاجة يا جماعة إن حضرتك هتشتغل في المجال بتاعنا اللي هو إيه؟ الكشف على الحيوانات، سواء في المزارع أو حتى في بره او في العيادات. في مزارع، سواء كانت مزارع حلاب او تسمين، مزارع خيول، مزارع اغنام، مزارع ماعز، فحضرتك كدكتور بيطري هتروح تكشف على الحيوانات. ودي لو كل ما بتتمكن من الموضوع ده كل ما يبقى دخلك المادي كويس جدا. برضو بالنسبة للعمل في الوحدات البيطرية ده متاح جدا، سواء كانت وحدات بيطرية تبع عامة او وحدات بيطرية خاصة، برضو ده متاح فيها الشغل وشغل كويس جدا. رقم اتنين، بصوا يا جماعة، موضوع الفود سيفتي ده بدأ ان هو يعني ياخد الفترة الاخيرة اهتمام كبير جدا. يعني حضرتك تقدر تشتغل في اي مكان بيصنع او بيقدم الاغذية، زي الفنادق، زي طبعا اكيد المطاعم الكبيرة، زي الفنادق الكبيرة، كل ده بيدي لحضرتك فرصة ان تشتغل في مجال الجودة او مجال الرقابة على الاغذية. انا اعرف ناس خلصت طب بيطري وخدت كورس من الجامعة الامريكية في الجودة، ما شاء الله شغالين في دول الخليج في اماكن حساسة وقوية جدا. يعني رقم ثلاثة، لو انت راجل بتاع سيلز وبتاع ماركتينج، موضوع الادوية تقدر تشتغل انك تبيع ادوية سواء لشركات الادوية البشري او البيطري، او تشتغل في مجال الادوية البيطرية تبقى مندوب دعاية ميديكال ريب، او ان حضرتك تبقى تكنيكال جوه مصنع الادوية البيطرية. برضو من ضمن مجالاتنا كويسة جدا يا جماعة المعامل، معامل التحاليل. المطلوب من حضرتك بتاخد بعد الكلية دبلومة في الباثولوجي او البايوكيمستري، وبتقدر ان حضرتك تفتح معمل تحاليل. بعد كده المجال اللي بعد كده معامل الدواجن. معامل الدواجن يا جماعة من الحاجات اللي جروينج جدا وفيها شغل كويس جدا لأي طبيب بيطري، وتقدر من حضرتك بتعمل من الدواجن شغل كويس جدا. الحيوانات الأليفة، عيادات الحيوانات الأليفة بدأت ان هي النهاردة يعني بدأت تاخد شكل، تنتشر بشكل كبير جدا، مش عايز اقول رهيب، بشكل كبير جدا. النهاردة اي حد النهاردة بيربي يا قطة يا كلب، يا حتى بعض الناس بتربي سلاحف، فانت النهارده موضوع الحيوانات الاليفه بدا ان هو ينتشر بشكل كبير جدا، وده فيها شغل كويس للاطباء البيطريين وخصوصا الفيميل، خصوصا البنات. لو حضرتك حابب تشتغل في القوات المسلحه، حضرتك بعد ما بتخلص بتقدم بتبقى طبيب دكتور ضابط طبيب بيطري، سواء كان في القوات المسلحه او في الشرطه. برضو الاسماك، مزارع الاسماك، يعني مش عايزين ننسى الاسماك لان فيها شغل كتير جدا. انا يعني طبعا انا من كتر المجالات انا ممكن انسى حاجه، فانا بحاول افتكر، حتى يعني احاول ان انا معاكم لو نسيت حاجه اقولها من الورق. يعني المزارع الاسماك يا جماعه، الاسماك يعني فيها شغل كويس جدا، وفي بعض يعني بتقدر تعمل فيها شغل كويس جدا، والاطباء البيطريين بداوا يدخلوا في موضوع الاسماك في الفتره الاخيره، وبدا يبقى في شغل كويس من الاطباء البيطريين في الاسماك. برضو من المجالات الكويسة البحث العلمي، يعني النهاردة برضو تقدر انك تكمل ماجستير، تكمل دكتوراه، فده شيء من الحاجات الكويسة جدا بالنسبة لو انت بتحب الدراسة وبتحب دايما تستمر في الموضوع البحث العلمي، ولها شغل كويس جدا. لو حضرتك حابب تسافر برا مصر، سواء كان الدول العربية او حتى الدول عندك اوروبا او كندا. بنيجي بس الاول لاوروبا وكندا، بتاخد حاجه اسمها البورد الامريكي، بتبقى حاطط في دماغك من اول ما تخش انك تاخد البورد الامريكي. طيب لو رجعنا تاني، لو تفتكروا لما احنا قلنا في العيوب الضغط الموجود في الكليه ده بيخلي هناك في مثلا دوله زي انجلترا يبعدوا عن مجال الطب خالص، فبالتالي مفيش اطباء، لا في اطباء بشريين ولا اطباء بيطريين. فلو حضرتك خلصت كليه طب بيطري وخدت البورد الامريكي وكان عندك العزيمه والصبر والايمان انك تاخد البورد الامريكي ده،
انا عايز اقول لك هيفتح لك مجال يعني بسم الله ما شاء الله، يعني يبقى انت عديت يعني فعلا. الشغل هناك فيه مربح جدا، شغل الحيوانات الاليفه في دوله زي مثلا بريطانيا ما شاء الله كويس جدا جدا جدا، والهنود مسيطرين عليه بشكل كبير. انا اتمنى ان الدكاتره البيطريين في الدول العربيه تبدا انها تركز على الاوبورتيونيتي دي. يا جماعه البورد الامريكي او الكندي او البورد الاوروبي ده مهم جدا، هيفرق معاك على مستوى الدخل كتير جدا. وطبعا الفرص في الدول العربيه متاحه حتى لكل العرب، يعني الفرص موجوده في كل الدول العربيه، فرص الطب البيطري كتير جدا ومجال كبير جدا. انا عايز اقول لك برضو يعني نقطه للتذكره، ان الطبيب البيطري هو طبعا في الشغل في المجازر بيقدر ان هو يمنع ان 250 مرض مشترك تتنقل من الحيوان للانسان، وده برضو من الفرص المتاحه. الشغل في المسالخ والمجازر ده برضو من الفرص القويه للاطباء البيطريين. يمكن في حاجات كتير، انا يعني انا عايز اقول لكم من كتر المجالات انا ممكن اكون نسيت حاجات كمان. مجال يعني شغل الطب البيطري مجالاته كتير، ودي من المميزات القوية عندنا في الطب البيطري. طب لو انت شخص راجل كرييتيف انوفيتيف، عندنا فرصة كبيرة جدا ان حضرتك تقدر تبدع في مجال البحث العلمي، في عندنا التغذية النيوتريشن، عندنا الجراحات الولادة، تقدر تبدع وتقدر تقدم طرق جديدة باسمك وتقدر تنشر على مستوى العالم. يعني في فعلا فرصة كبيرة لو حضرتك من النوع اللي هو الكرييتيف ده وعايز تبدأ مجال تكون مميز ومبدع ومبتكر، يبقى أهلا بيك معانا في كلية الطب البيطري. أنا عايز أكد على حاجتين يا جماعة، الطب البيطري عايز واحد يكون شخص تنافسي، شخص إن هو يقدر بيتحمل الضغط. أنت ممكن مثلا الساعة حضرتك لو اشتغلت مثلا فجر تلاقي حد يقول لك تعالى عليك حالة، بالليل تعالى عليك حالة. فأنت لو تقدر تتحمل الضغط ومن جواك شخص تنافسي، لأن المنافسة فيه عندنا في الطب البيطري كبيرة جدا، يبقى فعلا هتقدر تنجح في مجال الطب البيطري. أنا في آخر الفيديو عايز أقول للشباب اللي داخل كلية الطب البيطري، أهلا بكم معانا في كلية الطب البيطري، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. ولازم أكيد هتعمل شير، هتعمل لايك، وهتبعت الفيديو لزمايلك اللي داخلين معاك الكلية، ده وعد منك أكيد. وإن شاء الله نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، وبشكركم ويا رب إن أنا أكون وفيت في الفيديو ده كل حاجة عن الطب البيطري. أشكركم وإن شاء الله لنا لقاء في فيديوهات أخرى. طالما حضرتك دخلت طب بيطري أكيد هتتابعني، يعني إن شاء الله أشكرك. وأوعى تنسى تشير تلايك الفيديو، تكلم كل الناس عن قناتي، وبشكركم ومع السلامة.